أهلا من جديد مشاهدينا الكرام، نمضي ونتواصل معكم في الساعة الثانية لصباح الشروق على الهواء مباشرة. نسعد أنه يزدان بين التواصل، وينضم إلينا الآن الأستاذ إمام محمد إمام، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أستاذ الإعلام بجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا. أستاذ إمام أهلا بك. أهلا مرحبا. جمعة طيبة مباركة لك ولمشاهديك داخل السودان وخارجه. تفاصيل الجمعة والجلابية السودانية. نعم. حاضرة معنا. نعم. وأهم شيء الوجهة الشرقية في الزي. انت مطقم مع عطر. عطر ودي اليوم. اذا انضم الينا الاستاذ امام الان، ونباشر مباشرة الاخبار الواردة في موقعنا على الشبكة العنكبوتية، وبالتأكيد هذه هي فقرة الشروق نت، ونبدأ من هذا الخبر. خبير اقتصادي موازنة 2020 دون الطموح. هذا الخبر يقول: أقر الخبير الاقتصادي كمال كرار أن مؤشرات موازنة 2020 لا تعبر عن برامج قوى الحرية والتغيير والوثيقة الدستورية والبرنامج الإزعافي، ولا عن طموحات وتوقعات قوى الثورة والشعب السوداني الذي فجر ثورة ديسمبر المجيدة. وأشار كرار بحسب وكالة السودان للأنباء أن الموازنة دعت لما أسمته خارطة الطريق والجدول الزمني للإصلاح الاقتصادي، حيث تضمنت جدولا زمنيا لرفع الدعم على السلع الأساسية وعدة إجراءات تتناقض مع آمال وطموحات الشعب، وهي مرفوضة رفضا تاما من قبل قوى الحرية والتغيير. وقال إن الإجراءات تتمثل في إنفاذ نظام التسعير التقاطعي للكهرباء في مارس 2020، وتحرير سعر الصرف للصادرات في مارس من ذات العام، وتحرير سعر البنزين، وبدا التحرير المتدرج لأسعار المحروقات الأخرى في مارس 2020، واكتمال تحرير أسعار الجازولين في أغسطس من ذات العام، وبدا التحرير المتدرج لسعر الصرف الدولار الجمركي للواردات في أغسطس 2020. ونوه كمال إلى أن أسباب الرفض لهذه الموازنة لأنها بعيدة كل البعد عن البرنامج الإزعافي والسياسات البديلة الإطار العام الذي قدمته قوى الحرية والتغيير في أكتوبر 2019، وعن توقعات الشعب بأن تكون موازنة 2020 بداية لتخفيف أعباء المعيشة وتخفيض الأسعار. في هذا الخبر أستاذ نعم. إمام كثير تساؤلات. نعم. نبدأ من موضوع الموازنة بصورة عامة وما يدور حولها من جدل ومن لقط ومن أحاديث هنا وهناك. الكل يتحدث عن الموازنة، يعني نتحدث عنها بصورة عامة، ولماذا ترفضها قوى الحرية والتغيير؟ نعم، أولا الموازنات مثل هذه الموازنات تحتاج أن تخضع لكثير من التداول. نعم. ليس بين الجهة الحاكمة، بل أيضا من قبل الخبراء. نعم. يعني في بريطانيا الموازنة دائما في أبريل نيسان من كل عام، لكن ابتداء من أكتوبر ونوفمبر يحدث قدر كبير جدا من المداولات والمناقشات وتحليل مؤشرات الموازنة الجديدة. يعني لما يصل القرار إلى مجلس الوزراء ثم مجلس العموم البريطاني اللي هو البرلمان، يكون استنفذت كل الأطر النقاشية حول هذه الموازنة. هذه الموازنة من خلال حديث كمال كرار أنها قدمت من قبل قوى الحرية والتغيير منذ أكتوبر الماضي، فلماذا ظلت في الأضابير إلى ديسمبر، وفي ديسمبر في خواتيم ديسمبر للمناقشه؟ نعم، هو نوه هنا في هذه النقطه تحديدا وليس خضع يعني. نعم. الى انه هذه الموازنه يتم رفضها من قوى الحريه والتغيير لانها بعيده كل البعد عن الاطار العام اللي نعم. تم تقديمه في 2019. نعم. هذه كانت تكون مبادره قوى الحريه والتغيير للموازنه، وتطرح مؤشراتها للتداول العام خاصه من قبل الورش يرتادها خبراء اقتصاديون يحللون هذا الأمر ويعملوا بريدكشن، يعملوا توقعات للعام المالي الجديد. الموازنة هذه نتيجة لهذه المضاقة الوقتية الزمنية أحدثت قدرا من التداعيات،
إذ أن الجميع إن لم أقول الجميع، معظم الذين تناولوا هذه الموادنة تحدثوا عن جانب محدد، نعم، لما له من تداعيات سياسية خطيرة، ألا وهو جانب المتعلق برفع الدعم عن بعض السلع الأساسية أو الضرورية، نعم، خاصة المتعلقة بالوقود وغيرها. نعم. عندما ظهرت هذه المؤشرات وتأكد الكثيرين أن هنالك توجه للحكومة لرفع الدعم، بدأت قوى الحرية في تقاطعات تجاه هذه الموادنة، لأن بعضهم يرى أنه ليس من المناسب في أول عام للثورة أن تتحلل من مسؤولياتها السياسية الاقتصادية بهذه السرعة. يعني رأوا أن النظام السابق على الرغم من المضاغطات الاقتصادية التي واجهها، لكنه أراد أن يتحمل هذا الأمر إلى آخر الأشواط، ونتج عن ذلك ما نتج. إلا أننا في نقاشنا هذا لابد أن نشير إلى أن كثير من الخبراء الاقتصاديين تحدثوا أن هذه الموازنة لا تحمل أي توقعات أو آفاق لحل المشكلة الاقتصادية، لأنها لم تلتزم ببرنامج إسعافي لمدة زمنية محددة، عام أو عامين، سنة أو ثلاث. هذا يتطلب أيضا جهود كثيرة، وبدأ في الأخير هذه المضاغطة شكلت نوعا من ضرورة الإسراع في إجازتها، لأن العام تبقى له بضعة أيام. فبالأمس كان من المتوقع أن تجاز الموازنة بصورة من الصور، إلا أن مجلس الوزراء لم يتمكن من حلحلة هذا المشكل، فأرجع الأمر إلى اليوم. سيعقد اجتماعا في الساعة الثانية من ظهر اليوم، نعم، لحسم أمر الموازنة. ولا أظنني، وليس كل الظن إثما، أنهم سيصلون إلى توافق أو إجماع حول موازنة حتى ولو كانت فصلية لمدة ثلاثة أشهر. لماذا التركيز دائما؟ يعني ترك الناس كل تفاصيل الموازنة، وكان الحديث وكثير جدل أيضا عن ماذا؟ عن نقطة الدعم، رفع الدعم عن المحروقات، الجازولين، البنزين، اشتاط الناس هما به، نعم، بهذا. ماذا مثلا عن الأجور؟ هناك تفاصيل أخرى يعني. نعم. التنمية. التنمية. نعم، كثير من التفاصيل. لأن هذه تداعياتها تقع على المواطن مباشرة. ما أن رفع الدعم عن الوقود لا سيما الجازولين إلا وارتفعت أولا تسعيرة المواصلات، وهذه تهم قطاع كبير من قطاعات الشعب. ثانيا لأن الجازولين أحد المدخلات الأساسية للزراعة، ونحن على مقربة من الفصل الشتوي حيث الزراعة يحدث فيها قدر من التكاسل في بعض السلع الشتوية أو المحاصيل الشتوية، فلذلك هذا أيضا شكل مضاغط. يعني في بعد كل هذا، هذا الرفع سيشكل أيضا من تداعياته الشارع السياسي، لن يصمت كما صمت طوال هذه الفترة صبرا واصطبارا، نعم، على أن لكن تحدث نوع، نعم، من حل هذه، نعم، المشاكل. أستاذ إمام، يعني هنا الخبراء الاقتصاديون يقولون دائما أنه رفع الدعم شر لابد من هذه سياسة ونهج اقتصادي عالمي، وهم أدرى بذلك. إذا كان ما ذهبوا إليه صحيح، الإشارة هنا إلى
معقولية السياسات التي يجب أن تصاحب رفع الدعم على المحروقات. نعم، هذه واحدة. ثانيا، رفع الدعم دائما، يعني الخبراء الاقتصاديون يشيرون إلى أنه يستصحب كثير من الموجهات العامة للسياسة المالية والاقتصادية. من ذلك لابد من إحداث قدر من التوعية في ضرورة هذا الأمر. يعني إذا أجمع الاقتصاديون والماليون على أن المشكل الاقتصادي السوداني لابد من رفع الدعم، لابد أن يكون هنالك نوع من الكلتشرايزيشن. نعم، يعني نثقف الشعب ونوعيه عن أهمية ماذا نفعل وأهمية ما نفعل، وفي المقابل ما الموازنة التي تحدث. يعني هذا البالانس، التوازن بين رفع الدعم، رفعنا الدعم أيضا سنساهم مثلا فيما يتعلق ببعض القرارات الاقتصادية مثل زيادة الأجور وكذا. هذه نقطة تحديدا، يعني الحد الأدنى للأجور، لأن هذه كثير مقترحات تم تقديمها في هذا الجانب، خاصة الآن الأجور المعمول بها الآن لا تتواءم مع الاضطراد في الزيادة والأسعار السلع، في زيادة أسعار السلع الضرورية. نعم سيد إمام، هناك نقطة مهمة أيضا، السلام هو من أولويات المرحلة الانتقالية. نعم، وكلنا يتابع ما يحدث الآن، وسنتطرق إليه في قادم اللحظات إن شاء الله عبر خبر معنا عبر الشرونات. لكن استحقاقات السلام، وهذه أيضا يعني كما نقولها يعني مصاريف كثيرة جدا. نعم، في الموضوع هل هي مضمنة أم لا؟ لا، هذا إحدى مشكلات أو مشاكل هذه الموادرة. نعم، لأنه السلام لا يعني توقيع اتفاق واحتضان بعضنا البعض واعتبار ذلك قدرا من الوئام سيسود بين مواطني السودان. لا، السلام له استحقاقات، لأن هذه المناطق أكثر ما تتحدث من استحقاقات متعلقة بالاستحقاقات المالية والاقتصادية المتعلقة بتنمية تلك المناطق، بحجية أن هذه المناطق مناطق مهمشة، التنمية فيها قائبة طوال سنوات الحرب. فلذلك من الضروري مواطن تلك المناطق يستشعر أهمية السلام في واقع حياته اليومية، وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت هناك استنهاض أولا لهمم أولئك الذين يعيشون في تلك المناطق زرعا ورعيا وصناعة، ثم تتجمع كل هذه لتحقق ما يعرف بالتنمية المستدامة التي لا يقتصر ظلالها على المناطق هذه، بل يمتد إلى السوداني كله. نعم.